يناقش الملف اللبناني ومعه تداعيات انفجاري عكار وسط زيادة الغضب الشعبي من أداء الحكومة وقرار رفع الدعم عن المحروقات. ينضم إلينا عبر الهاتف الحديث عن هذا الموضوع من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي علي الشندب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. هناك دعوات من الحريري وقوى سياسية للرئيس اللبناني ميشيل عون بالرحيل بكرامة بعد انفجار عكار، كيف يمكن قراءة هذه الدعوة وإلى أي مدى تتوافق مع مطالب الرأي العام اللبناني؟ في الحقيقة يعني الدعوة التي وجهها الحريري هي دعوة سبق أن وجهتها 17 تشرين عام 2019 منذ عامين، لكن أن تخرج هذه الدعوة على لسان رئيس قصة المستقبل المياريه سعد الحريري فهي دعوة مهمة، خصوصا وأن عهد ميشيل عون الذي أبرم تسوية مع الحريري نفسه أن انقضت عقبة تفجر 19 تشرين اتسم في سنواته من بداية عهده حتى اليوم، فهو لم يبقى له في عهده سوى سنة واحدة اتسمت بالكثير من الفشل الذي ولد انهيارا ماليا واقتصاديا، نعم، وولد انفجار وفوضى امنيه كبيره تشهدها البلاد على طولها وعرضها، وهذا ما حصل اليوم فجرا في منطقه السليل في عكار، حيث انفجر خزان البنزين العائد لشبكات التهريب المرئيه من وزاره الطاقه او وزراء الطاقه اللبنانيه الذين كانوا يتولون عملية محاولة تهريب البنزين وغيره من المشتقات النفطية وغير النفطية إلى الداخل السوري. في هذا السياق أستاذ علي، جاء انفجار عكار بعد أيام من ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إلى أي مدى يؤكد هذا الانفجار على فشل القوى السياسية الحاكمة في لبنان والتي لم تتجاوز أزمة المرفأ؟ يعني بدون شك الفشل فشل ذريع، لكن اللافت الامر ان يقر زعيم حزب الله راعي هذه المنظومه ان يقر بهذا الفشل. اليوم هو تحدث وتكلم عن مؤامره خارجيه، لكنه في المقابل اقر بوجود فشل داخلي، فشل داخلي بمعنى ان المنظومه التي ركبها ورعاها حزب الله لاداره الوضع اللبناني اقر اليوم نصر الله بفشلها، وهذا اعتراف خطير، لان نصر الله اليوم متخوف اولا، ثانيا هو اقل بالمناسبه من وجود فوضى امنيه، يحذر من ان تصبح فوضى شامله. لماذا؟ هو قال بسبب انفجار عكار، لكن الحقيقه انه ليس بسبب انفجار عكار، انما بسبب الضغوطات الكبيره التي ذات يتعرض لها حزب الله، نعم، بالذات وخصوصا نوابه الذين باتوا محاصرين في منازلهم كما حصل في اليومين الماضيين، وايضا ان الجيش اللبناني عثر على كميات كبيره من البنزين والمشتقات النفطيه مخزنه لدى قيادات كبيره ووازنه في حزب الله، منها مثلا مدير مكتب رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد. نعم. هذه الأمور بمعنى آخر أن حزب الله أدرك بشكل كبير بأنها وقفه في التهريب إلى الداخل السوري اكتشفت لهذا نصر الله اليوم عمل على لعن المهربين وقال هذا مال تحسن ومال حرام، يعني بعد سنوات من مطالبته بضبط الحدود والتهريب يقول هذا مال تحسن ومال حرام، هذا دليل على ان هناك تخوفات حقيقيه من ان يصل الوضع اللبناني على تطورات خطيره جدا. في ظل هذه التغيرات الاخيره، ما افق نجاح نجيب ميقاتي في مهامه وامكانيه حله لكل هذه المشاكل مثل ما وعد؟ يعني لابد من قراءة المشهد اللبناني في إطار المشهد الإقليمي والمشهد إلى حد ما في المنطقة، لأن
حكومة نجيب ميقاتي بات حزب الله بسبب هذه الفوضى يراها ضرورة ماسة. ولهذا قال نصر الله اليوم أيضا ينبغي أن تولد الحكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام. وكان ميشيل عون رئيس الجمهورية قد قال أيضا خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، تحدث عن المتشددين. نعم. تحدث عن المتشددين في عكار والشمال، يعني وهو بهذا الكلام انما يوجه رساله ربما لما تردد ان رئيس المخابرات الامريكيه ويليام بيرد قد قام بزياره الى بيروت، هي زياره قيل بانها سريه وغير معلنه، ولم يسجل اي لقاء اجري بينه وبين اي من المسؤولين اللبنانيين. نجيب ميقاتي بالمقابل يتعرض هو ملتزم بالثوابت التي حددتها له منتدى رؤساء الحكومه السابقين، وبالتالي هو لا يستطيع ان يبقى مكلفا لفتره طويله، خصوصا وان نادي رؤساء الحكومه في بيانه اليوم تحدث عن تعطيل وعقد موجودة من قبل رئيس الجمهورية على حكومة الميقاتي. شكرا جزيلا لك. تعرض منزله اليوم في بيروت، الذي بالمناسبة لحظة تعرض منزله اليوم في بيروت بمهاجمة من قبل الحراس اللبناني الطائرين، وأيضا بعض النواب العسكريين أيضا تعرضوا. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي علي شندب، حدثتنا عبر الهاتف من طرابلس.